السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم ما تنقترح عليكم اونترومي ثلاثة ديال الأنواع ديال الشوكولاتة وهاد كلاصاج ميغواغ نواغ كيف ما كتشوفوا معايا. كيجي رائع وكيجي زوين بزاف. إلا عجبكم فيديو ديروا جيم، بارطاجيو فيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم وشاركوني اقتراحاتكم وآرائكم. إلا كنت أول مرة كتزوروا القناة تضغطوا على زر الاشتراك، ابونيا وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد مطبخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. اول حاجه غادي نبداو بها هي لي بيسكوي براوني. بالنسبه لهاد البيسكوي غادي نحتاجو ليه 3 ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الزبده مذوبه، 80 غرام ديال الدقيق، 14 غرام ديال الكاكاو، وعندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولاط الاسود حتى هو غادي نذوبو على بان ماغي. اول حاجه كنبداو بها كناخذو البيض ديالنا هو الاولاني، غادي نضيفو له شويه ديال الملحه، 150 غرام ديال السكر سنيده، وغادي نطربو الخليط ديالنا حتى كيولي مرغوي. بعد ما كنطربو البيض ديالنا وكيطلع على هذا الشكل هذا كنبداو كنضيفو الدقيق والكاكاو. ها هو هنايا عندي الكاكاو خلطته مع الدقيق، وهنايا الزبده والشوكولاط ذوبتهم على بان ماغي. صافي كنبداو كنخلطو بحال هكا من الاسفل الاعلى. صافي دابا غادي نبداو نضيفو الخليط ديالنا ديال الزبده والشوكولا بعد ما ذوبنا على بان ماغي. صافي كنخلطو حتى كيندمجو لينا الخليط مزيان على هاد الشكل هذا من الاسفل الاعلى. كنصبو الخليط ديالنا في الاطار اللي غادي نخدمو بيه بعد ما كنفرشو اللاطه ديالتنا بالسلفيغيزي. Thank you.
المهم نتوما كتستعملوا الاطار على حساب الذوق ديالكم، انا استعملت هذا اللي مربح. صافي غادي نبسط الخليط ديالي بحال هكا على هذا الشكل هذا. صافي بعد ما كنصب الخليط ديالي في الاطار، دابا غادي ندخلو الفران اللي كيكون مسخن من قبل حتى كيطيب، ونتلاقاو ان شاء الله. على ما طيب لينا الكيك ديالنا، غادي ناخدو دابا غادي ندوزو نحضرو السيرو. غادي نحتاجو فيه كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر سنيده، ومعلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي ناخدو كاسخول غادي نوضعو فيه الماء، وغادي نوضعو السكر ونخليه حتى كيغلى، وعاد غادي نزيدو ديك معلقه صغيره ديال القهوه. مزيان. بعد ما كيوجد لينا السيرو ديالنا كناخدو كنسقيو به الكاطو ديالنا، هو باقي سخون على هذا الشكل هذا، ونخليوه حتى تشرب لينا هذا السيرو، ونعاودو نسقيوها مره اخرى. بالنسبه للكريم اونغليز غادي نحتاجو فيه نص اترو ديال الحليب، 200 غرام ديال السكر سنيده، 8 ديال صفاره البيض، وعندي جوج فاني. اول حاجه غادي نبداو بها غادي ناخدو نص اترو ديال الحليب، مع زوج ساشي فاني، غادي نوضعهم فوق النار يغليو. اول حاجه غنبداو بها غادي ناخدو 8 ديال صفاره البيض، غادي نضيفو معاهم السكر وغادي نخدموهم مزيان. وغادي نطلعوهم على ما يفيض لينا الحليب. بعد ما كنخدمو صفار ديال البيض مع السكر وكيبيض لينا الخليط على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، هنا كيكون الحليب ديالنا واجد بعد ما تيسخن كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نبدا نضيف فيه بشويه بشويه، وانا كنطرب باش ما يطيبش ليا هذاك البيض، كنضيف غير بشويه بشويه. صافي حتى كنديروا الحليب كامل وكنعاودوا نفرغوه، نرجعوا لنفس الكاسخول اللي خدمنا فيها. دابا غادي نرجعوه فوق النار على نار مهيله حتى كيعقد لينا الخليط. انا غادي نوريكم القياس اللي غادي يوصل ليه، وكنبقاو كنحركو بحال كنشكلو في الرقم 8. الكريم اونغليز ديالنا بعد ما كتوجد باش كنعرفوها واجده، كنجيبو الخط بحال هكا ما كيتلاصقش كيف ما كتشوفوا. صافي هذه هي الكريمه ديالتي. دابا غادي ناخد 5 ديال الوراق ديال الجيلاتين، وغادي نوضعهم في شي زلافه، غادي نهرسهم على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نوضعهم في شي جبانه على هذا الشكل، وغادي نكبوا عليهم الماء بارد باش غادي نزيدوهم على الكريمه ديالتنا كريم اونغليز. دابا بعد ما الوراق ديال الجيلاتين ديالي طلقوا غادي نعصرهم مزيان على هاد الشكل هذا. وغادي نوضعهم مباشره هنايا في الكريمه، يذوبوا في السخونيه ديال الكريمه. وكنبقاو كنحركو
عاد دابا غادي نقسم الخليط ديالي على ثلاثة، وغادي نصبو على الشوكولا ديالي. فبالنسبة لهنايا خديت، بالنسبة للشوكولا غادي نحتاجو ليه 200 غرام ديال الشوكولات بالحليب كوفيرتور، 200 غرام ديال الشوكولات الأبيض كوفيرتور حسا هوايا، و 200 غرام ديال الشوكولات الأسود. 200 غرام 200 غرام 200 غرام. بالنسبة للشوكولات كوفيرتور كيعطينا مذاق رائع. دابا غادي نصبو على الخليط ديال الشوكولات بقياسات متساوية. غادي ناخذ دابا 700 غرام ديال الكريمه، وغادي نطلعوها مع شويه ديال السكر. تقدروا تستغناو على السكر الا ما بغيتوش، تقدروا تستغناو عليه باش تجيكم في الحلاوه هي هذيك. بالنسبه للكريمه ما غاديش نطلعوها حتى تجينا عاقده مزيان، غادي نطلعوها ونخليوها شويه خفيفه باش تجينا، حيت فيها الشوكولا، باش تجينا لامون شويه خفيفه ماشي تجينا قاصحه. بالنسبه للكريمه والشوكولا ما قدتنيش زلافه، عاودت وضعتهم في كاسرول. هذا هو ديال الشوكولا نوار، هذا الشوكولا بلون، وهذا الشوكولا اللي بالحليب. وهنايا خديت 700 غرام ديال الكريمه اللي طلعتها نص طلعه. ودابا غادي نقسم الخليط ديالي، غادي نقسمو على ثلاثه، وغادي نوضع كل قسم غادي نوضع فيه جزء. صافي كنبداو كنحركو بحال هكا من الاسفل للاعلى على هاد الشكل هذا، حتى كتندمج لينا الكريمه ديالتنا باش كنحصلو على واحد الكريمه اللي كتكون خفيفه. بعد ما كنسقيو البسكوي ديالنا وكنخليوه حتى كيشرب هذيك السقوه مزيان، دابا غادي ناخذ الطبقه الاولى ديال الكريمه اللي فيها الشوكولا بالحليب وفيها لا كريم انغليز، وضفنا لها نص الكميه ديال الكريمه. صافي غادي نبسط الخليط ديالي، على الوجه كامل. بعد ما كتجمد ليا الطبقه الاولى كندخلوها المجمده حتى كتجمد الطبقه اللي بالحليب. دابا غادي نضيفوا الطبقه الثانيه اللي بالشوكولا البيضاء على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وانا كنوزع في الكريمه ديالتي.
بعد ما كنسرحوا الكريمه الثانيه اللي بالشوكولاته البيضاء، كتسرح على الوجه كامل، وكنقادوها، نحاولوا نقادوها، وغادي ندخلوها حتى هي المجمد حتى تشد لينا فروحها شويه، وعاد نضيف لها الطبقه الثالثه ديال الشوكولاته. بعد ما كنخرجوا الكاطو ديالنا من المجمد، غير تقبط لينا فروحها شويه، كتبقى لينا دابا الطبقه الاخيره اللي هي كريمه ديال او لا بافاغوا ديال الشوكولا السوداء. صافي، وغادي نصبها. نوزعها على الوجه كامل، نحاول نوصلها للقناة. ونحاولوا نقاد الوجه ديال الكاطو ديالنا باش يجينا الكلاصاج. باقي غادي نوضعوا طبقة أخرى ديال الكلاصاج. منين نوضعوا الكلاصاج ديالنا، تجينا الوجه يكون بسط ومقاد. بعد ما كانوا نسرح الوجه ديال الكاطو ديالتنا كامل، وكنجيبوه مقاد، نحاولوا نجيبوه مقاد باش بني نوضعوا الكلاصاج ديالنا يجينا حتى هو ينفيني ومقاد مزيان. دابا غادي نغطيه بواحد البلاستيك، وغادي ندخلوا المجمد ليله كامله حتى لغد ليه ان شاء الله، ونتلاقاو باش نحضروا الكلاصاج ديالنا. بالنسبة للكلاصاج نواغ أو الكلاصاج الأسود، غادي نحتاجو فيه 50 غرام ديال الجليكوز، أنا وضعتها في كاسخون مباشرة، 80 غرام ديال الماء، 400 غرام ناباج، 80 غرام ديال السكر سنيدة، و80 غرام ديال بودرة ديال الكاكاو، و5 ديال الوراقي ديال الجيلاتين. اول حاجه كناخدوها هي هاد الوريقات ديال الجيلاتي، كنوضعوهم في جبانه بحال هكا، وغادي نكبو عليهم الماء حتى كيطلقو. صافي، وكنحتفظو بيه العجن. وغادي ندوزو دابا ناخدو الجليكوز ديالنا، غادي نضيفو معاه السكر سنيده، 80 غرام ديال السكر سنيده، و80 غرام ديال الماء، وغادي نوضعوهم فوق نار حتى كيغلاو، وهذا غادي نزيدو عليهم الناباج. صافي، بعد ما كيذوب لينا السكر وكيغلى لينا الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا، دابا غادي نضيفو له ديك 400 غرام ديال الناباج. حنا تنحركو ونعاودو نخليو حتى يغلى مرة أخرى. دابا بعد ما كيغلى ليا الخليط ديالي ديال الناباج والسكر والجليكوز، خارج النار كنضيفلو الكاكاو، وأنا تنحرك
دابا غادي نرجعو النار يغلى مرة أخرى. صافي بعد ما كيغلى ليا الخليط ديالي دابا غادي نزولو من على النار ونضيفلو الجيلاتين. صافي دابا كناخدو الجيلاتين ديالنا وكنوضعوه مباشرة في الخليط وحنا تنحركو. غادي نعاود نكمل هادشي اللي باقي ليا هنايا، كنعصروهم مزيان من هذاك الماء. 5 ديال الوراق ديال الجيلاتين، صافي. وغادي ناخذ الخليط ديالنا غادي نصفيه. نقدو ندوزو في ميكسور عاد نصفيه. صافي دابا غادي ناخذو غادي ندوزو في واحد الصفايه. ها هو كتشوفوا معايا كلاصاج ميغوار كيفاش كيجي. دابا غادي نخليه حتى كيبرد وعاد هذيك الساعه نكلاصيو بيه الكاطو ديالنا. صافي بعد ما كملينا الكلاصاج ديالنا دابا غادي نبداو نكلاصيو بيه الكاطو ديالنا. كنبداو بالجناب هما الاولى. انا هنايا كلاصيت الجناب كاملين، فتقدو تخليو الاطار فيها وتكلاصيوها غير من الفوق باش يبقاو باينين الطبقات. طبقه ديال الشوكولا بالحليب، شوكولا الابيض والشوكولا الاسود، وطبقه ديال الكلاصاج. وفي كلتا الحالتين كيجي رائع وكيجي زوين. انا اختاريت نكلاصي الكاطو ديالي كلها وكيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي ها هي الكاطو ديالتنا بعد ما كنكلاصيوها. كنضربو فحال هكا بشويه باش ينزل لينا داك الفائض. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كيجي الكلاصاج لامع. هو هذا كلاصاج ميغوار نوار. الشكل النهائي ديال لونطرومي بعد ما كنكلاصيوها كنخليوها حتى كتقطر مزيان، وكنزولو ليها دوك الجنيبات وكنحطوها في طبق التقديم وكتزين. فبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا زينتها بليتويل وزينتها بالشوكولا في الجناب. ان شاء الله في الحلقات القادمه غادي نوريكم كيفاش تصوبوا هاد ليتويل باش تزينوا لي زونطرومي ديالكم. ومن بعد كنخليوها حتى كتطلق شويه الحلوه ديالتنا. عاده كنقطعوها كناخذ واحد السكين اللي كنوضعوه في الماء طايب وكنمسحوه بشي سربيته ولا شي حاجه وكنقطعوها باش ما يتخسرش لينا دوك الطبقات. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كيفاش كيبان لكم طبقه ديال البسكوي وطبقه ديال الكريمة ديال الشوكولا بالحليب والكريمة البيضاء والكريمة بالشوكولاتة السوداء وعاد الكلاصاج ميغواغ اللي خدمته معاكم. نتمنى انكم تجربوه واكيد يروقكم ولقى استحسانكم ان شاء الله. فبالنسبة لهاد الكاطو راه كتجي رائعة بزاف بزاف، وان شاء الله غادي تجربوها وغادي تعجبكم وغادي تعجب وليداتكم ان شاء الله. فما تنساوش دعموا القناة بلي لايك وبلي بارطاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعاية الله والى وصفة جديدة من وصفات سكينة.